انت ليش قلت لي راسا بس هذا يعاني من هذا؟ قهوه قهوه. طبعا ما لكم علاقه بالنقال. اليوم جولتنا هم تعطي موعد وتخلف فيه او صديقك ينطيك موعد ويخلف هذا بالموعد. تابعونا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ تعرف حضرتك؟ انا سجاد من الزبر. قهوه قهوتش. الله قهوتشي. اي ما تجي مثل ايش ما نسوي قهوه ما تجي مثل قهوه السوق طبعا. شلونك بالمواعيد من تنطي موعد؟ اليوم موضوعنا اذا تنطي موعد راح تخلف فيه، تجي بنفس الموعد لو ما تجي بنفس الموعد. لا ما اجي بنفس الموعد ابد ابد. شلع شلع. شلون هاي؟ شلون يعني نفس واحد اوعد اقول له جايك وانا ما اروح له؟ اخ والله. شنو يمتى اخر مره صارت انطيت واحد موعد وما لا ليش قبل يوم خابرت رسول قال لي لا انا راح ادز الكار ما دزيت لي. اخ والله شاشه صدق. السلام عليكم. شلونك؟ الله يخليك. اسوين انت يعني جزء متوجه بشغله واحنا وقف. لا والله. اليوم موضوعنا من تنطي موعد، هل تخلف بيه اصدقائك يخلفون وياك بالمواعيد؟ والله هاي مال اصدقائي بالضبط، بس انا بالنسبه لي لا. شلون؟ لان شنو صايره بيك؟ خصوصا يعني سالفه الحلاقين، شايفهم يعطيك موعد يقول لك يعني ايه. تعال اليوم مثلا ايه. خابره اليوم تقول له انا جاي، يقول لك لا انا وين اجلها الثاني يوم، يوم عود عندي طلعه لا ثاني يوم انا متوعد وياك. اه يعني هسه هسه اللي صار بالموضوع مو انت اللي تخرب بالمواعيد، اللي قدام. لا شوف الالتزام بالمواعيد حلو، يعني انه انت لما تلتزم بالمواعيد شيء حلو لك. تاخر خمس دقائق تاخر عشر دقائق بالضبط، بس انما تاجل الموعد او انه تاخر فوق الساعه هنا مشكله صعبه. اي صعبه صايره بيك يا انت. إيه انت لا انت 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 مثلا منطي موعد وما جاي. لا ابد، اذا ما اقدر اعطي خبر قبلها يعني اقول له اذا صار لي ظرف قبل ساعتين ثلاثه هيك، انه اذا صار لي ظرف انا ما اقدر اجيك، بس انه مثلا اخليه لا هسه جايك هسه جايك. حلو ابد. شكرا جزيلا. حقيقة مصطفى شلونك بالمواعيد؟ حسب، اكو مرات تتاخر مرات زين. لا اذا تعطي موعد تجي بالموعد المضبوط، لو ما تجي موعد ضبط. هسه اليوم اعطيتهم بالسته نجي؟ جيت بالسته ضبط. والله هاي من الشغلات الزينه يعني. اي صايره بيك واحد منطيك موعد مضبوط وموعد وما جاي؟ اي قصدي امتى اخر مره؟ هو منو من اصدقائك؟ صار شهر ويا صديقي. اي شنو قال لك؟ قال لي تعال بالخمسه نطلع. اي اجيت له بالخمسه قال لي ما اروح. وين اشوك بالمواعيد ويا جماعتك؟ زين. اه ايه من تعطيهم موعد تجي بالموعد المضبوط؟ ايه صدق؟ يجي. متى اخر مره صارت عندك جيت يعني فايتهم وجيت بالموعد المضبوط؟ اليوم. اليوم بيش شنو صار؟ قلال بالسته، هاي حضرت بالسته ووقفت. اه ما شاء الله عمي انتم ملتزمين والله. اليوم تاخرت علي 10 دقائق. ربع ساعه. ربع ساعه. 10 ولا ربع؟ اقل شيء متاخر علي بحياتي. اه زين ليش اوقف؟ انت ليش قلت لي راسا بس هذا يعاني من هذا؟ لانه انا بالعاده لو اجي متاخر من وقت كلش، لو اجي متاخر خمس دقائق هو يتاخر. مرات انا اطلع وهو بعد ما جاء. يعني مو بس هو، ترى ظلمتوه والله الولد، والله ظلمتوه. وين شنو هم تعاني؟ انا حياتي كلها كل ما نطلع سوى هو ايه. هم يجون سوى يجي ايه. هذا يبكي منها. زين انت مواعيدك شلون هم تعطي مواعيد؟ انا متعود اجي قبل نص ساعه. قبل نص ساعه يعني مواعيدك مضبوطه؟ لا مو مضبوطه، يعني اجي قبلهم بهواي فان علي ساعه. يعني مضبوط، يعني انت مضبوط. انا علي روحي. اوكي تمام. هم يعسوني يا مو بيته هنا. فمو وين اشوف المواعيد؟ لا زين التزم بالمواعيد الا اذا كان اكو ازدحام فاتصل. بس تعاني من اي لا يرد ولا يتصل شيء. بس من انا اعاني من هذا ما يحكي. اه هذا مني تاخر خبر اقول لك. انا خبر انا يا بتاخر يا هنا يغلس. هنا شنو يغلس؟ ما ابا انا اعترف بتاخر اذا تاخرت هذا لا عادي. فمشي فمشي شو ما كان يا با. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. قلت لي تجي بالموعد المضبوط صحيح كلش؟ يعني انت بتعطي موعد؟ صحيح لازم التزم به. نتعرف حضرتك اول مره؟ حسين سمير عبد الحسن، 18 سنه من البصره. كل الهلا حبيبي. طالب كل الهلا. تحليلات مرضيه جامعه المعقل. كل الهلا حبيبي. كل الهلا وسهلا. مواعيدك مضبوطه؟ نعم. هم اكو يوم جاي متاخر على الموعد لو شيء طبيعي؟ هذا مرات ظروف تصير تعاكس هذه المواضيع فتجبرني اني اتاخر. زين صايره بيك انه احد منطيك موعد وما مضبوط؟ هاي صايره ما اكذب. يوم تاخر مره واحد طاك موعد وما اجى بنفس الموعد؟ قبل اسبوع. اي شنو هذا؟ كنت متفق ويا صديقي على طلعه. اي تقريبا الساعه ب 8 صارت الساعه بالعشرة وماكو ما اجي. خابرتي؟ ما اجي. اي شنو قلت لي؟ طلع الولد عنده ظرف، صار عنده حاله بالبيت. ها. اي يعني زين لو ما عنده ظرف هم هو يتاخر عليك باستمرار هيك لو؟
بعد ما اعرف يمه هاي السالفه مو يمي. شكرا جزيلا. العفو حبيبي. مرحبا. اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ والله الحمد لله. شلونك؟ الله يسعد لي. اسمك؟ محمد المصري من سوريا. محمد المصري من سوريا. لقبنا المصري. حلوة هاي. ايه. محمد المصري من سوريا. من سوريا. شلونك محمد؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يسعدك. اهلين بالاسره. كرزات. كرزات وزبيب وتين مال الشام وحلقوم. اكلات على ذوقك. محمد شلونك؟ والله الحمد لله. بالمواعيد. والله المواعيد يعني تيسير يعني تيسير الله. اي يعني تعطي موعد تجي بالمضبوط لو جاي بالطريق مو دائما. عرفت شلون؟ اذا بدي اوعد ويكون كذاب بقول له على التيسير. هاي اذا كذاب. اذا كذاب. اما اذا بدي يكون صادق بعطيه موعد مضبوط. انت عامه كمجمل شلونك المواعيد؟ والله يعني 100% ما بعطي كلام اذا ما بدي نفذه. الا يعني تنطي الا تنتبه. يمتى اخر مره مثلا اعطيت موعد وخلفت فيه؟ والله اعطيت موعد كثير لناس واخلفت فيه. عرفتي؟ بس مو بايدي يعني الظروف. الظروف اللي جبرتك. بالظروف. الظروف. شكرا حبيبي. الله يسعدك. شكرا جزيلا. تفضل. لا نضيع. شكرا. شكرا.